دكتور، بس نتوقف الآن. معنا المهندس عدلي القيعي، مدير التسويق في النادي الأهلي. باشمهندس عدلي، السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله، ازيك يا محمد وازاي الأستاذ إبراهيم داوود؟ أهلا وسهلا يا فندم. باشمهندس عدلي، قبل ما ناقشك في الموضوعات اللي الكتيرة النهاردة عن الإعارات والكلام ده كله، من مباراة امبارح إيه رأيك فيها؟ لا طبعا، نشوف أصل بص التوقعات كانت عالية جدا، فالناس طبعا ما عجبهاش النتيجة والأداء في الشوط الثاني على قدر حجم التوقعات، لكن على حد أو قدر وحجم الواقع لا طبعا. مستر مانويل ما زال يعني مصر على أسلوبه اللي هو في مغامرة وفي مخاطرة وفي جرأة، في جرأة كبيرة قوي، جرأة وفي وانا شايف انه هو قال كلمه مهمه جدا في المؤتمر بتاعه. ايوه، قال انا جيت لقيت الفريق فقد الاسلوب اللي انا كنت بلعب معاه بيه، وانا ما بقولش مين احسن، لكن انا عودتهم على اسلوب اللبسه واللعبه والتحرك السريع وبشكل المباشر غير مباشر. وهو قال انا مش معنى كده ان انا يعني بناقش مين افضل انا ولا الاخرين، صح، ولكن هو ده اسلوبي وده انا محتاج ان انا استعيده تاني. وهذه حقيقه يا باشمهندس عدلي، ان هو محتاج وقت، هو ما هوش ساحر، يعني ما هوش ساحر من اول مباراه ترجع كل حاجه زي ما كانت، يعني انما بقدر التفاؤل انك تشوف ان هو النهارده حتى استراتيجيته مختلفه خالص. يعني النهارده هو بجرأة شديدة دخل عايزة حسين غنيم، ما كانش حد شافه قبل كده، ده صح، قصد ربيعة على الدكة، مظبوط، وأمير سعيود على الدكة، وأمير سعيود دخل في التشكيل، وأسامة حسني بيلعب 90 دقيقة، وأسامة حسني بس هو يعرف أسامة، يعني لا أنا قصدي إنه إداله 90 دقيقة يا باشمهندس. لما يراهن على أسامة منطقي يجوز هو عايز يعني برضه اكتسبه بسرعة وعايز يديله كل الفرص، ده صح. يعني طبعا هو مستر مانويل له فكر، طالما المدرب له فكر صح انت بتتحمله وبتتحمل فكره، لانك وثقت فيه قبل كده وشفت نتيجة هذا الفكر يعني. بالظبط، وكمان يمكن في خبر وحصل فعلا ان هو مستر مانويل مدي تعليمات لمستر بيدرو ومستر اوسكار بمتابعة قطاع الناشئين، وبالفعل كانوا متواجدين النهارده في مباراة الاهلي والاسماعيلي تحت 19 سنة تابعوها، اللي فاز فيها النادي الاهلي منذ قليل 3-0 على النادي الاسماعيلي، واكيد طبعا هيبقى في ده مواليد 91 الاهلي كسب 3-0 اللي هي الفريق اللي بيدربه كابتن علي ماهر 93 تمام. باشمهندس عدلي، جالي خبر لسه حالا الان ان مستر مانويل جوزيه اعطى موافقه للمهندس عدلي القيعي على اعاره عبد الحميد شبانه نادي الاتحاد السكندري. لا لا لا، هو بالنسبه كان عبد الحميد شبانه وكان علاء شعبان وكان سعد سمير وكان هو محمد عبد الفتاح ميال للموافقه على اللعيبه اللي تحت السن. انما بالنسبه لعبد الحميد شعبان عفروته هو يعني بلغنا قبل يومين عن الكوره انه لا مش موافق عليه، يعني عايزهم مع الفرقه. مفيش اعارات. طب لكن حضرتك بالنسبه لعلاء شعبان راح حرس الحدود فعلا؟ مطلوب واحنا في موافقه عليه. في موافقه ان يروح حرس الحدود. طالما ان اللاعب موافق والنادي عايزه وفي موافقه من الجهاز الفني احنا بننفذ هذا الكلام. بتنفذ هذا الكلام على طول. هل باشمهندس عدلي في جديد بالنسبه للمهاجم الافريقي ولا لسه عند موقفك والكلام اللي قلته لي اخر مره؟ لا لا طبعا، احنا مش هنتعجل، احنا عايزين لما نجيب مهاجم يكون فعلا في كل الصفات المطلوب. احنا كنا مستعجلين عشان تلحق القائمه الافريقيه. دلوقتي هو اي هيجي هيفوتوا دور ال 32 ودور ال 16 في حاله ان شاء الله، في دور ال 32 ان شاء الله، يبقى كده كده مش هتستفيد بيه الا في دوري المجموعات. في كل الاحوال اذا انت عندك فسحه من الوقت انك تنقي، لو ربنا كرمنا في الوقت القليل الباقي كان بها، والا هنبقى طبعا منتظرين المواصفات اللي احنا عايزينها. طب لكن هل الكلام اللي برضه اللي موجود يا باشمهندس عدلي ان هناك لعيب برازيل انت شفته وهتقول في موجود؟ في موجود لعيب بس عايزين مستر مانويل مش بيحب الهايلايتس او عايز يشوف بعينه. عايز يشوف ماتشات، عايز يشوف على الاقل ماتشين او ثمان اخر ماتشات للاعب. انما في في ترشيحات، في ترشيحات. طيب بالنسبه لفرانسيس، انت اديت له الحريه يا باشمهندس عدلي ان هو يروح النادي اللي هو عايزه؟ ده المبدا الاساسي، لا يمكن هتضغط على لاعب انك انت وقد نحتاجه، لان اذا ما جبناش طبعا
لاعب في التوقيت ده ما فيش معنى انك تمشي فرنسا يعني. اصل هو مكتوب ان هو غادر القاهره متوجها الى ليبيا. هو عنده اوفر وعنده عرض يجوز وفوق له بقى، كان طالب باسبوره من يومين كده، وكان طلبنا من لجنه من جهاز الكره يحدد الموقف فيبدو انه موافق له يعني. لكن انتوا ما عندكوش مشكله يعني؟ ما هو انت في كل الاحوال لو جبت حد محتاج مكان. طبعا طبعا. طيب الموضوع الاكثر اهميه يا باشمهندس عدلي وهو حمايه منتجات الاهلي. أيوة. كيف سيتم حمايه منتجات الاهلي ونشوف فعلا منتجات النادي الاهلي بيتم حمايتها بتدر دخل كبير على النادي؟ لان انت لا يعني هي مساله ان المنتجات تدر دخل، دي مساله انك تبقى موجوده في السوق وهتدر دخل، بس هي المخاطر انك انت ممكن تتقلد ويحصل قرصنه عليها وتتباع تتقلد بجوده صغيره باسعار ارخص. ما هو ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل دلوقتي. انما احنا دافعنا عن هذا الكلام وخدنا احكام، وفي ناس دفعت غرامات وناس جت وافقت اوضاعها، وفي احكام بالسجن على ناس. بالسجن؟ يعني بالسجن. فاحنا عندنا الاداره القانونيه اللي هي بتاعه اداره التسويق بتلاحق كل هذه الامور، لكن بالتاكيد مش هتمنع الظاهره، لان طبعا في ناس اللي ما عندهمش اوراق وما عندهمش التجلات دول وما عندهمش مصانع بير السلم، هتعمل فيهم ايه دول؟ الفنانه تلاقي بتتباع ب 20 جنيه، ببقى مزهور والله ب 20 جنيه بيبيعوها. حاجه غريبه جدا يعني. ما هي بقى يعني البس وارمي يعني. ما هي لحد ما نعمل المشاريع بتاعتنا يا استاذ محمد. اللي هي الاهلي بلانت والاهلي او الاهلي كافيه والمحلات بتاعتنا تنتشر في المحافظه، ونقول لجماهيرنا بقى اشتروا من المحلات دي لان دي فلوسها بتروح للاهلي. اللي اسمها اهلي، هتسموها اهلي شوب باين دي يا باشمهندس عدلي؟ ما هو كانوا الاهلي شوب واهلي كافيه كانوا مندمجين تحت اسم اهلي بلانت. هم يجوز يعني مساله فصل الاسم دي بقى مساله تخص الاداره العليا. وربما يروا ان ده يعني اسهل في الترويج يعني. وده بيخش معاه شعار النادي برضه يا باشمهندس عدلي؟ طبعا. هي اتعملت مزايدات. في ناس خدت هذه الحقوق بالفعل. تمام. يعني في ناس رسي عليها الموضوع خلاص يعني. تمام. يعني ان شاء الله اكيد ده باشمهندس عدلي في خطط النادي الاهلي هيفرق مع النادي الاهلي كتير قوي يعني، دخل هيبقى رائع للنادي الاهلي. طبعا لان ما شاء الله انت بتشوف جمهور النادي الاهلي وحجم جمهور النادي الاهلي، اعتقد هتفرق كتير جدا. لو قدرت توصل بمنافس بيع منطقيه وتغطي احتياجات جماهير الاهلي داخليا، وعلى فكره عربيا اهم كمان طبعا خارجيا يعني الجاليات بره بتبقى متعطشه لاي حاجه من ريحه الاهلي. ده صح. اعتقد ان ده يؤدي الى رواج هائل يعني. أكيد. باشمهندس عدلي بشكرك شكرا جزيلا. باشمهندس عدلي القيعي مدير التسويق في النادي الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور إبراهيم، نرجع مرة تانية لنقطة حماية منتجات الأهلي. هنبدأ من حاجة